دقائق قال لك المصابون بالصداع النصفي ذكاء حاد. ما عم باكل يا ايش بدك؟ بليز نحبك كتب دوم بيك راسك وجع شوي وبر كنتي مثلا راسك وجع علاش يا حسن؟ ما علاش راسي وجع تفهمش يا اخي مانيش فاهم شبين وليتك فاهمينك وحاسين بيك حملنا شي بسيكاتر لطفا يا ولدي مالك شي نعم طلل سفرت كندا على ربي على شنو؟ على القراية غادة وكيف هي الفلوس؟ قلت نبيع الكرم ما عادش تصحى لنا كان حسن صباح الخير بابا صباح الخير وينو؟ هز كل شيء ما خلى حتى حاجة حتى البي سي هز الدنيا كلها هزة أنا ليش قلت له دي المرة الأولى عن الدبريسيون؟ قلتلوش عنده دبريسيون؟ أنا ليش كذب عليه؟ بعد كرهبة فيش تحك شنو هو تو؟ تحبني كانت في إيديا؟ سامي باش نروح بيه ولدي غادي ما نجم بدي صار بعض الكل انت غام مشان ابنك؟ ايه ولدي كل شيء في حياتي